وللمزيد حول المؤتمر معنا في استوديو مركز الأخبار السيد علي بشارة، رئيس إدارة المخاطر وأمن المعلومات في شركة بنفيت. أهلا بك سيد علي. بداية دعنا نتحدث عن هذا المؤتمر، كيف شهدت التفاعل مع موضوعات هذا المؤتمر؟ إن شاء الله. بداية أشكر المنسقين لهذه القمة، حيث أن البحرين بحاجة لهذا النوع من المؤتمرات لوضعها على خارطة دولية في مقاومة الهجمات الإلكترونية. وأشكر بالأخص سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الوزراء الموقر، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفي لرعايتهم الكريمة لهذه الفعالية، ولتدل على اهتمام المملكة بموضوع الأمن السيبراني وأخذ الموضوع على محمل الجدية. من الأمور المميزة في هذه القمة تواجد عدد كبير من الجهات الحكومية والجهات الخاصة والجهات الجوفرنس اللي نتكلم عنها في هذا المؤتمر، فكان حضور مميز لوزارة الداخلية والمركز الوطني للأمن السيبراني، إضافة إلى تواجد مصرف البحرين المركزي اللي هو المشرع لقطاع المالي اللي نشتغل فيه إحنا. يعني هاي دليل على اهتمامهم الجدي بأمن المعلومات وحماية المنشآت الحساسة. نعم، في سياق ما ذكرت سيد علي نتحدث عن مواجهة الاحتيال المالي، كيف يمكن لمخرجات هذا المؤتمر أن تنعكس على هذا المجال؟ بالضبط، المؤتمر يعني خاطب شريحة كبيرة من المجتمع. احنا كرؤساء أمن معلومات ومدراء تقنية صار لنا مجال ان نتواصل مع بعض ونتبادل المعلومات. عارفين المجال، مجال أمن المعلومات مجال متحرك ومتجدد. نعم، دائما. فعلى طول لازم نكون احنا على مستوى من الوعي بالهجمات الموجوده. شريحه كبيره ايضا من الحضور كانوا من طلبه المدارس والجامعات. هذه الشريحه احنا نحتاج لها لنشر الوعي، لان هذولين موجودين في كل البيوت، وكذا احنا كمؤسسه واحده كبنفيت او مثلا الامن المركز الوطني للامن السيبراني او ذي، جهودنا بتكون ضعيفه مقارنه بالجهود اللي لو اخذوا المواطنين والمواطنات محمل نشر التوعية. نعم، لمواجهة الهجمات الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني. طبعا احنا شفناه يعني من بداية الجائحة زاد. صحيح. استغلال يعني احيانا بعض الطمع او بعض الجهل من الناس في بطرق الاحتيال، واستغلال ايضا لاسماء شركات مثل بنفيت. بالضبط، يعني يستغلون اسم بنفيت او بعض البنوك، يخدع واحد يقول له انت حصلت جائزه او يقول له انت حصلت من كوبونات او كذا، او بنفيت مثلا بطاقتك انتهت وكذا. هذه كلها حيل يعني مكشوفه بالنسبه لنا احنا كخبراء، ولكن القطاعات المجتمع تحتاج انها تحصل هالتوعيه بطريقه سلسه وبسيطه يقدرون يستوعبونها. نعم، السيد علي بشارة رئيس إدارة المخاطر وأمن المعلومات في شركة بنفيت، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.